السلاوي وقمر بيسان وأنس يتعرضون لموقف محرج في خطبة غيت مروان. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن أعلن اليوتيوبر غيت مروان عن خطبته مع الجميلة سارة، قام الفنان السلاوي بوضع تعليق لغيت يبارك لها الخطبة، وعلق السلاوي به ما أحلاكم. وفورا بدأ المتابعين يعلقون للسلاوي بعقبالك أنت وقمر، ولمح له أن أجواء لبنان كتير حلوة هالأيام لأن قمر متواجدة هناك. أيضا تعرضت بسن إسماعيل لنفس الموقف بعد وضعها تعليق على بوست غيت تبارك لها الخطبة، حيث انهالت عليها تعليقات من طرف المتابعين الذين علقوا لها بي عقبالك انت وانس. وايضا انس شايب واجه نفس هذا الموقف بعد وضعه تعليق لغيت مروان، حيث انهالت عليه هو ايضا تعليقات من طرف المتابعين الذين علقوا له عقبالك انت وبسان. رايكم بخصوص هذا الخبر؟ اوكي سو حاليا انا عارف اسئله كثير ببالكم، كيف، امتى، ليش، مين ساره، شو بتعمل ساره، امتى صار الموضوع، كل شيء ان شاء الله يعني مع الوقت. حبي حبي شاي شاي اوكي عشان ما نجيب ام العيد بس